شركة ولله الحمد لها أكثر من 23 سنة الآن، مصرحة طبعاً من وزارة الحج. تقدم جميع الخدمات بما فيها الإعاشة الكاملة، سواء مطهية أو السناكات أو المشروبات الباردة الساخنة، كل هذه تقدم لحجاجنا، بالإضافة إلى تأمين وتوفير السكن المناسب لهم في مخيمات منى وفي مخيمات عرفات. طبعاً نحن نوفر المياه والمشروبات الباردة والمشروبات الساخنة على مدار الساعة، هي على حسب الاحتياج، فما ما فيه مبلغ معين في الميزان، حسب الاحتياج يمكن 10,000 15,000. نشتري المويه بالنسبه للمياه كلها نشتريها، نسوي تعاقد نجيب كميات، نطلب كميات نوفرها للحجاج الحجاج نضيف رحمه.